بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الوحدة سوف نتناول دور المراجعة في اكتشاف الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية. مواطن حدوث وإخفاء الإسراف الإداري: 1. اختلاس النقدية. 2. اختلاس البضاعة. 3. اختلاس الموجودات. 4. التلاعب في الحسابات بهدف الغش. ونتناول فيما تقدم بالشرح وذلك على النحو التالي. أولاً، اختلاس النقدية، ويتم ذلك بعدة طرق، منها: 1. اختلاس تحصيلات العملاء، إثبات فواتير شراء صورية، تزوير مستندات صرف النقدية أو المصروفات المصرية، وفي مآلي شرح موجز لصور هذه الاختلاسات كما يلي: ألف اختلاس تحصيلات العملاء، ويأخذ هذا الاختلاس صوراً عديدة، منها: 1. إثبات المبلغ المختلس في شكل خصم مسموح به، ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة، وإنما يختلس ويسوى رصيد حساب العميل المدين كما لو أن العميل منح خصما مسموحا به بقيمة ذلك الرصيد. 2. إثبات المبلغ المختلس في شكل دين معدوم، ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة، وإنما يختلس ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد اعتبر دينا معدوما. 3. إثبات المبلغ المختلس في شكل مردودات مبيعات صورية، ويعني ذلك أن المبلغ المسدد بواسطة العميل لا يقيد في دفتر النقدية ولا يورد لخزينة الوحدة، وإنما يختلس ويسوى رصيد حساب العميل المدين على أنه قد قام برد البضاعة له إلى الوحدة. ب. إثبات فواتير شراء صورية. حين يحدث تواطؤ بين موظفي الوحدة وبين أحد الموردين، فإن اختلاس النقدية في هذه الحالة يتم عن طريق إثبات فواتير شراء صورية أو بمبالغ أكثر من قيمة البضاعة المستلمة منه، أو قيد فواتير الشراء مرتين، ويترتب على العمليات السابقة ظهور حساب المورد بأعلى من حقيقته، وعند سداد حسابه يختلس الفرق. ثانياً، اختلاس البضاعة، ويتم ذلك عن طريق عدم إثبات البضاعة الواردة في دفتر المخزون واختلاسها، أو بصرف كمية من البضاعة أقل مما هو مثبت في إذنات الصرف ثم اختلاس الفرق، أو عن طريق اختلاس البضاعة المرتدة من العملاء. وقد يتم اختلاس البضاعة عن طريق التواطؤ مع العملاء، عن طريق توريد بضاعة لهم وعدم قيدها على حسابهم واقتسام الثمن معهم. ثالثاً، اختلاس الموجودات. تمثل الموجودات اللي هي الأصول الثابتة جزءاً هاماً من رأس المال المستثمر في الوحدات، لهذا من الضروري إحكام الرقابة الداخلية عليها، وعلى الأخص ضرورة الاحتفاظ بسجل للموجودات الثابتة يتضمن توضيحات تفصيلية عن كل مفردة من مفردات هذه الموجودات، مثل تاريخ الشراء، ثمن التكلفة، العمر الإنتاجي المقدر، الإضافات، الاستبعادات، معدل الإهلاك السنوي والرصيد المتبقي. لاكتشاف الاختلاس الخاص بالموجودات يجب تطبيق الإجراءات التالية: جرد الأصول جرداً فعلياً في تاريخ الفحص، مقارنة نتيجة الجرد الفعلي بما هو مقيد في سجلات الأصول السابق ذكرها. رابعاً، التلاعب في الحسابات بهدف الغش، ويقوم بهذه العملية الإدارة بهدف التلاعب في الأرباح مرة بزيادتها ومرة بنقصها، زي تأجيل قيد المشتريات التي تتم آخر السنة المالية حتى أوائل الفترة التالية، وذلك بالرغم من ورود البضاعة إلى الشركة وقيدها في سجلات المخازن وظهورها ضمن مخزون آخر المدة، وذلك بقصد تضخيم الأرباح. تأجيل قيد إثبات رد المشتريات أيضا آخر الفترة المالية وإبقائها بالمخزن وإدراجها ضمن البضاعة الباقية في قوائم الجمع، بالرغم من تسجيل تلك المردودات في دفاتر اليومية الخاصة وترحيلها إلى حساب المورد. ثالثا، تأجيل إثبات المبيعات البيضة التي تتم في نهاية الفترة المالية بسجلات المخازن وإدراجها ضمن المخزون السلعي، بالرغم من إثبات تلك المبيعات في دفاتر اليومية الخاصة بها الآية يومية المبيعات وترحيلها إلى حسابات العملاء المختصة لغرض تضخيم الأرباح. وأخيرا، تأجيل إثبات مردودات المبيعات بدفتر اليومية الخاصة بها وترحيلها
إلى حسابات العملاء المختصة بالرغم من ورود البضاعة المرتدة إلى المخازن وإدراجها في قوائم الجلد. التلاعب بهدف إظهار المركز المالي للوحدة على غير حقيقته، ويتم التلاعب في هذه الحالة بطرق عديدة نذكر منها: اعتبار بعض المصروفات الإيرادية مصروفات رأس مالية، زي مصروف صيانة المباني نرحل هذا المصروف إلى حساب المباني، عدم تكوين المخصصات والإهلاكات الكافية. شكرا وإلى اللقاء.